نور الإسلام. نور الإسلام كل جمعة مع الأستاذ الحسن بن إبراهيم السكنفل. عبر اللقاء المفتوح سيداتي وسادتي كنرحب بكم في هذا الركن الديني بامتياز اللي من خلاله الأستاذ الحسن بن إبراهيم السكنفل رئيس المجلس العلمي لسخيرة تمارة كيواصل لقاءاته معكم الأسبوعية من أجل أنه يفيدكم أكثر في مجموعة ديال القضايا اللي مرتبطة بالدين ديالنا الحنيف ويفيدكم فيها ويفيدنا كذلك. في لقاء سابق مع الأستاذ سكنفل سبق وتوقفنا عند موضوع الحج، أركان الحج تحديدا، خصوصا احنا الآن في إطار موسم الحج. في هذا الاتجاه هذا غادي نواصله باش نتوقفوا عن نقط أخرى، ولكن هذا ما كيمنعش أنكم تطرحوا الأسئلة ديالكم ولو في مواضيع أخرى من غير الموضوع الرابط ديال هذه الحلقة هذه على الأستاذ سكنفل اللي كنرحب به. السلام عليكم أستاذي. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا لنا على أبوش الإداعة. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الله يبارك فيك. إذا موسم الحج هذا بممتياز، الطيارة الأولى مشات البارح من المغرب، الرسالة الملكية البارح تقررت البارح. إذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا. كما قلت يا الأستاذة فاطمة، البارح الطائرة الأولى مشات بعد ما خير حج مبرور الجميع إن شاء الله، وكانت الرسالة الملكية فيها واحد التوجيه، وأنه أول حاجة أنهم كيمتلوا الحجاج كيمتلوا بلادهم سفراء بلادهم، تيخصهم يعطوا ديك الصورة للإنسان المغربي اللي كيحترم القانون، كيحترم اللوائح ديال البلاد، كيحترم الأنظمة، وثانيا الحاج المغربي اللي جاي يؤدي المناسك ديال الحج، ما جايش لشي حاجة أخرى. فعلا. جاي يؤدي مناسك الحج في مكة، ودير الزيارة في المدينة المنورة، وهذه الأماكن هذه كتسمى الأماكن المقدسة عند المسلمين، فالواجب أن الحجاج ديالنا يعني هما غاديين لذلك المكان يعرفوا بأنهم راه سيد ربي سبحانه وتعالى اختارهم. شحال من واحد كيتمنى يمشي باقي ما كتبش الله سبحانه وتعالى. فلهذا كنقول للحجاج ديالنا هادو اللي مشاو سعادتكم وطوبى لكم، الله يديكم بخير وردكم على خير، والله يعاونكم حتى تأديوا المناسك ديالكم على احسن ما يمكن. كما قلتي هاد المناسك ماشي سهلة، ماشي سهلة بزاف كما شرحتي لنا ديك المرة. الصبر الصبر بزاف الصبر، وهذا الشيء ملي غيجي من حاجة واحدة، ان الانسان غادي عند سيد ربي، ولهذا كيتسمى الحجاج ضيوف الرحمن. نعم، انت ضيف على الله تبارك وتعالى، قاصد ذاك المكان. كتقول مني كتوجه باش تدي المناسك، كتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وهذاك لبيك المعنى ديالها إجابة بعد إجابة، يا ربي أنت عيطتي وأنا جيت. أنا جيت فعلا، أنت عيطتي عليا وأنا جيت. محبة كنقولوا بالدارجة ديالنا، فلان عيط عليه الحج وعيط عليه الله سبحانه وتعالى، لأن سيد ربي قالوا ديك الحجة، سيد ربي قال سيدنا إبراهيم الخليل بعد ما يعني بنى الكعبة وقفها، قال وأدن في الناس بالحج وأدن، أمره الله بأن يؤدن، ينادي طلع درج الجبل ونادى قال ايها الناس حجوا وادين في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فاذا الحج عرف هذه القضيه انه ضيف على الله، وانه لما كيقول لبيك اللهم لبيك بمعنى يا سيدي ربي انت عيطتي عليا وانا جيت، تقبلني في الرحاب ديالك، لبيك لا شريك لك لبيك، بمعنى ان هذا العمل كنقصد به وجه الله ماشي شي حاجه اخرى، ماشي مشيت نجيب السميه ولا مشيت ندور ولا مشيت للرفاهيه، لا مشيت نأدي المناسك وغنصبر. ما كنقلبش انا، ما كنقلبش على الرفاهيه. نعم اديتي بعد يعني الواجبات، غتوفر لك السكن، غيتوفر لك يعني المركوب باش تمشي وتجي، توفر لك عدد من الامور، ولكن ماشي بديك الدرجه ديال الرفاهيه. بالفعل الرفاهيه خليتيها هنا، بمعنى انه راه الانسان غيدخل لذاك المكان وتعطلو ديك السكنه، غيعيش مع ناس ما كيعرفهمش.
يمكن يتفاهم معهم يمكن ما يتفاهمش معهم. بدا كان كينعس في بيته بوحده وولاده، ولا دابا كينعس مع مجموعه ديال الرجال والنساء، مجموعه النساء بدل ما يكونوا ثلاثه ولا اربعه في البيت كيوليو سته. الظروف كتجيب على حسب الظروف، على حسب الظروف. فالانسان خصو هادشي كله يصبر ليه. انا كنمشي يتوجد ليها ياك استاذ نفسيا ويعرف نفسيا يعرف الناس اللي كيشرفوا على العمليه ديال الحج. طبعا هادشي يتقال ويتقال ويعاود يتقال ويتقال، ولكن كاينين الناس اللي بحال مثلا الناس الكبار. انا كنقول ديما الناس الكبار لا بد يمشي معاهم شي واحد اللي يكون صحيح صغير. الراجل الكبير ما تصيفطوش مع مرأة كبيره بوحدهم، لا بد يمشي معهم ولدهم اكيد باش ياخذ بيديهم بصح، باش يرفق بيهم كيكونوا باش يرفق بيهم كبار، باش يرفق بيهم باش ياخذهم بيرفقوا يبدل الناس اخرين بلاد اخرى. كاين اللي كيوصل مسكين غير كيوصل وكيشوف داكشي وكيترفع وتيقول لك انا بغيت نرجع للدار، بغيت نرجع، ما تتبقاش عنده ديك القناعه. ولهذا كاينه امور تخص الدار، وهنا كنتوجه يعني الحجاج ديالنا اللي غاديين دابا الى مشاو مع والديهم ولا مشاو مع يعني باباتهم ولا ماماتهم، ناس كبار ياخذوهم برفق وبلين. ولا مشات الجماعه كاين شي واحد بيناتهم شي راجل كبير ولا امراه كبيره ياخذوها برفق وبلين وياخذوا بخاطرها ويوسعوا حتى تدوز تدوز المناسك. المناسك يعني المناسك، المناسك راه كتبدا من نهار يوم الترويه، بمعنى ملي كيجي مكه كيوصل مثلا مكه قبل بشي سيمانه، هذيك السيمانه كيدير غير الطواف ديال العمره ديال التمتع ديال العمره والسعي بالصوره وكيريح. ولكن هي انت كتبدا الخدمه كتبدا يوم الترويه، يوم 8 ذو الحجه، ثم يوم 9 ذو الحجه، ثم يوم 10 ذو الحجه، ثم 11 و12 ذو الحجه، وممكن 13. هذه اللي هي الايام ديال الحج اللي كتكون فيها المشقه، تكون فيها الحركه، وكيتغير المكان من مكان لمكان. الصباح انت في منى، العشيه انت في عرفه. كيودنا عليك المغرب في عرفه، كترجع بالليل لمزدلفه، المزدلفه كتصلي فيها يمكن تبات يمكن ما تزيد، على رجليك تعاود الصباح في منى. فهاد تقريبا واحد 16 كيلومتر كتمشيها و16 كتجي كتجي يمكن تمشي في الكيران يمكن تمشي. فكاينه امور. اذا انا كنقول للحجاج من يمشيو الرفاهيه، ما يقلبوش على الرفاهيه بالمعنى ديالها، ماشي توري ماشي توري ماشي توري ماشي توري، ما غاديش السياحه. حنا غاديين نعبد الله تبارك وتعالى وخصنا نصبروا. الصبر مهم على كل شيء. وحنا غاديين كنعبدوا الله، غاديين نحجوا لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ياكم في القران الكريم الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، الرفث هو الكلام ذاك الكلام ديال اللي كيكون بين الرجل ومراته، ذاك الكلام ديال يعني ديال المداعبه، ديك الهضره ديال الجماع، هذيك لا ما خصوش يكون. ولا فسوق، الكلام الخايب، الكلام في الفسق، ولا جدال، ما نبقاوش نتجادلوا. راه بعد خطرات على معلقه، اولاش غنطيبوا اليوم ولاش غناكلوا اليوم، وكان واحد كيقول كتبدا الناس ما كيبقاش يتسع الصدر ديالنا لبعضياتنا. والاصل في القضيه هو انني خصك تدرب نفسك تصبر، وانت خويا تيخصني نتحملك وخصك تحملني اكيد، والا زياده على المشقه اللي عندنا ديال التنقل وداكشي، وهي مشقه مقصوده، لان حتى الصلاه فيها المشقه، حتى الصوم فيه المشقه، لان ربي كيتعبدنا بذلك. كنزيدوا مشقه اخرى وهي اننا داك الغيار، داك الغيار، الغيار داك واحد ماشي في حاجه، داك الغنان. نعم، علاش ملي كتجي كتلقاه على والو؟ نعم، وتيخسر الانسان الحج ديالو، وممكن يقول شي كلام والعياذ بالله عليه. ولهذا حنا كنتوجهوا للحجاج ديالنا تنقول لهم ودي الله يجازيكم بخير، يعني ردوا البال لهذ الامور هذه، الصبر. والامر الاساس هو انكم غادي تحجوا، ما غاديش شي حاجه اخرى، غادي نضياف عند الله تبارك وتعالى. نعم، كنتمنى ربي يقبل لهم جميعا ان شاء الله، وحتى حنا يعطينا فرصه ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا ربي امين. استاذ سكنفل، اننا نتكلموا الان على دائما في الاركان على الاحرام، يعني كاين بزاف تاع الحويجات اللي خص الناس يعرفوها. اركان الحج قلنا هي اربعه، هي الاحرام المقصود بها النيه، والوقوف بعرفه يوم 9 من ذي الحجه، وطواف الافاضه، والسعي بين الصفا والمروه، هذو اربعه ديال الاركان. نعم، العمره عندها غير ثلاثه الاركان، عندها النيه الاحرام، وعندها الطواف، وعندها السعي. الوقوف بعرفه ما كاينش، لان الوقوف بعرفه كيكون مره واحده في العام، تيكون يوم 9 من ذي الحجه. ولهذا العمره يمكن ديرها في العام كله، كل مره في المغرب. نعم، الحج ما كيكون غير في اي شهور الحج، اللي هي شوال
وذو القعده و10 من ذي الحجه. ما تيقول لك حتى ذو الحجه كامل ياك. وايام الحج هي هي 6 8 ذو الحجه يوم الترويه، 9 ذو الحجه يوم عرفه، 10 ذو الحجه يوم النحر، 11 و12 و13 ذو الحجه ايام التشريق. هذه هي الايام، هذه هي الايام ديال الحج. كنديروا فيها المناسك ديال الحج. الحج فين كيكون؟ كيكون في مكه المدينه. لا المدينه فيها الزياره. نعم. فاش ما كيقولوا ماشي، بعض الناس كيقول لك غنمشي نشبك في النبي. نعم. هذيك غتشبك ما عندك ما دير بديك الشبك، غتمشي تزور النبي. نمشيو نزورو سيد النبي صلى الله عليه وسلم، نزورو في القبر ديالو ونصليو في المسجد ديالو. فاذا الحج فين كيكون؟ كيكون في مكه. اول اركان الحج، ما معنى الاركان؟ اركان بحال اللي غتبني واحد البني السيسان. نعم. ذاك البني ما يمكنلوش يوقف على على الساس اكيد كاملين يكونوا كلهم، الا غير واحد ساس واحد ما كانش كيسقط البناء. السيسان شنو هما؟ تنقولهم حنا بالشلحه تيرسال. تيرسال تيرسال الحج متنقال إيقات الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أركان الحج الساس ديال الحج السيسان ديال الحج هما هادو أربعة ياك. أربعة. الإحرام اش كنقصدوا به؟ النية. كنوي. شتي في الوقت فاش كنقول النية محلها القلب. نعم. ولكن كنعبر عليها باللسان، كنقولها. نعم. كنقول لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة. نعم. او لبيك اللهم حجه وعمره. نعم. وهنا وهنا, وهنا هاد 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 النيه هاد هاد النيه على ثلاثه، على ثلاثه ديال الانواع. بمعنى ولهذا كيعطيك ثلاثه الانواع ديال الحج. كاين الافراد وكاين التمتع اللي شرحتي المره الاخرى، كاين القران شرحناهم هادو. نعم. طيب من حين يحرم الانسان؟ ما معنى يحرم؟ يعني يدخل في النسك، يدخل في العباده. نعم. حنا تكبيره الاحرام راه عندنا في الصلاه. نعم. تكبيره الاحرام اي تكبيره الدخول في الصلاه. ديك الساعه كتنوي اش غادي تصلي؟ مجد راسك، كتوجد تصلي واش الصبح واش الظهر واش العصر واش المغرب واش العشاء ولا غتصلي النافله ولا كتنويها وكتقول الله اكبر، دخلتي في الصلاه. ملي كتدخل الصلاه يحرم عليك عدد من الامور. كذلك الحج، مني كتدخل في الحج، مني ديك النيه كتنويها، كتقول نويتي نويتي لبيك اللهم حجة، هذا الافراد. لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، هذا التمتع. نعم. لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا القران. نعم. وقلنا افضل انواع الاحرام الافراد، افضلها الافراد، تدخل بالحجة حتى تكمل عاد دير. نعم. وايسرها التمتع. ايسر 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 ايسرها التمتع. بمعنى لانه كتدخل ملي كتمشي من هنا كتوصل مثلا غتسبق مكه، تيقولوا لك في الطريق تلبس لباس الاحرام. ملي كتوصل لمكه كتلبي، ملي كتوصل لمكه كتوصل لبيت الله الحرام، كتطوف كتسعى بين الصفا والمروه وكتحلل من الاحرام. نعم. كتولي انسان عادي بحالك بحال الناس اللي كاينين. نعم. تمارس حياتك عاديه، حياتك عاديه. نعم. كل شيء مباح لك من الاشياء اللي غير حرم عليك الاحرام. نعم. انما اذا كنت مفرد كدير ديك الساعه ديك الطواف كتسمى طواف القدوم. نعم. وكتبقى باللباس ديال الاحرام ديالك حتى كتكمل الحج. تسالي كل المناسك الحج. كذلك انتي الا جمعتي بين بين بين, بين العمره والحج كتقول لبيك اللهم حجا حجه وعمره. عمره. بزوز. هادو كتقرن بيناتهم، كتبقى بالاحرام ديالك حتى كتكمل مناسك الحج. يعني خص الواحد من الاول يعرف شنو ولهذا اكثريه الحجاج ديالنا الان. نعم. كيديروا التمتع. علاش التمتع؟ نعم. لانه اسهل وايسر أيسر. ولانه ديك الفرصه باش اللي كتبقى ديك المده اللي كتبقى فيها الاحرام كتكون قصيره. استاذ سكنفال غادي استسمحك لان عندنا ثلاثه المكالمات على الاقل الان كاينين على خط البرنامج. غادي ناخذ الاولى من هو رام على السي احمد. السلام عليكم السي احمد. السلام عليكم الاخت فاطمه يهدي، تحيه لك. غادي تفرجوا عفاك رجاء. ايه هو الاول. نعم. تحيه للفقيه الجليل الاستاذ السي الحسن بن ابراهيم كان في الملك لقيتها السي ابراهيم لاباس زارك. السي الحسن الحسن لقيتها السي الحسن بن ابراهيم بن ابراهيم لاباس الحمد لله. الملك لقيت في الجيش صح بخير. لاباس الله يبارك فيك. المهم عندي واحد التدخل بالنسبه لبعض الناس اللي كيمشوا للعمره او للحج، يعني وكتلقى عندهم مظالم. مثلا كاين اللي كيأذي الجيران ديالو مثلا، ولا مثلا ما خلصوا الخدامه، كيعتقدين بانه الا مشى للحج ولا العمره راه غادي يغسل
الذنوب ديالو فهمتي. انا فهمتي ورغم ذلك كنا كتلقاهم كيرجعوا من العمره ولا الحج كتلقاهم كيزدادوا في داك الغي ديالهم وفي الظلم ديالهم. بيت سي ابراهيم يهضر لنا السي الحسن بن ابراهيم الله يجازيه بخير يهضر لنا على هذه القضيه. والقضيه الثانيه بالنسبه للهيلله اللي كيديروها بعض الناس اللي كيعائله ديالهم كيرجعوا من الحج والعمره كيلكلاكسون وداك الشيء فهمتي. والتدخل الثالث ديال بالنسبه لما هي العلامات بان الله عز وجل قبل الحج ولا العمره ديال هذا الشخص فهمتي. هادو هما التدخل ديالي. والله يجازيك بخير السي الفقيه الجليل ديالنا والاخت فاطمه هدي وطاقم الاذاعه والمستمع الكرام. السلام عليكم. طيب اذا نجاوبوا هاد نكملوا المكالمات. تفضل. طرحت ثلاثه النقاط. الاولانيه ديال داك الناس اللي كيمشيو قال لك عندهم مظالم وقال لك غادي يغسل الذنوب. شوف اول حاجه بعد انا كنوصي عليها الله يرحم الوالدين ما نبقاوش نردوا البال لعباد الله نخليوه الناس ياك. ولكن الا شفت شي واحد عنده شي هذا استطعت انا نصحو بيني وبينه ونقول له ودي هذه القضيه فيها وفيها مزيان. رانا الا كان الكلام عام ما بالو اقوامين. لكن بحال هذا الشكل ديال البشر بحال هكا هذا كيضحك على راسه. لأن المظالم اللي بينك وبين الناس راه غدا يوم القيامة تبعك لن تزول قدم عبد غدا يوم القيامة حتى يدي ديك الحقوق. نعم هو على الأقل علاش شوف الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيقول سول الصحابة هو كيسول الصحابة أتدرون من المفلس؟ المفلس كنعرفوا حنا شكون هو. هو الإنسان المزلوط هو الإنسان اللي كان لاباس عليه وأصبح ما عنده شيء افلاسه. وكنقولوا حنا بالدارجه ديالنا مفلس. مفلس هو اللي كان لاباس عليه واصبح مفلسا. اتدرون من المفلس؟ شكون هو المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. وهذا هو الحقيقه يعني 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 من ناحيه الماليه من لا درهم له ولا دينار هو المفلس. فقال صلى الله عليه وسلم لا المفلس من ياتي غدا يوم القيامه بصلاة وزكاة وصوم وحج وقد أكل مال هذا وضرب هذا وتكلم في عرض هذا وأخذ حق هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته حتى لا تبقى عنده حسنة فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. يا الله الصورة صورة معبرة أن الإنسان عبرة جدا هو كيصلي هو كيصوم هو كيحج ولكنه كياكل حقوق العباد كياكل الناس كيظلم الناس لأن كيظلم الناس في بعدا مع سمع الناس وغدا وقال لك ملي كيرجع تيجي أشد طغيانا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ذاك البركة اللي سميتو كيسحب بحال قارون دابا غير هذا بحال كيكذب على راسه تيديرهم قداش وشد داك الفلوس كلهم. اولا كتلقاهم من الحرام لانه اكل الحقوق ديال العباد. الانسان ما كياديش الحقوق ديال العمال. نعم وياكل عرق عباد الله راه ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول اتوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه قبل ان يجف. هذا ما تديه ما تجيبه حتى ما تلقاهوش قبل ان يجف عرقه ثم وفيه اعطيه حقه كامل غير منقوص غير منقوص وطلب منه السماحه. هذا هو الاخلاق الاسلامية. هذه الاخلاق الاسلامية هذه ما تجيب واحد دابا هذا هو الاشكال. فاذا هذا قال لك مفلس بمعنى ها الحسنات عنده دار دار ودار 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 ولكن والسيئات ديالو السيئات ديالو تتمحى هذيك ان الحسنات يذهبن السيئات ولكن الحقوق ديال العباد راه ما تزولش حتى توقف قدام القيامة ياخذوا لي هذا يا رب. إلا سمح لك راه سمح لك ما سمح لك شيء راه غتأدي منين؟ من الحسنات ديالك. نعم لكن الحسنات عندك كتخاد وكتعطى ليه. نعم بالنسبة ياخذ الحسنات. نعم وفي الآخر ملي ما تبقاوش عندك الحسنات وباقي الناس كيسالوك كناخذوا من السيئات كياخذ سيضرب من السيئات ديالهم وكيتزادوا عليك حتى فيطرحوا في النار والعياذ بالله. نعم النقطة الثانية اللي طرح هي الناس اللي كيحتفلوا بذاك العودة. شوف شوف الاحتفال احنا ما نقولوش كيديروا الصداع. لا الصداع ما خصوش يكون. نعم ولكن الاحتفال هذه عادة مغربية. الحج ملي كيجي ملي كيبغي يمشي كيجمع الناس ويتواضع معهم ويتسامح معهم وكيدير لهم الطعام. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالسيد كيجمع احبابه والناس ديال الدوار والناس ديال الحكومة كيدير صلاة الرحيم وكيطعمهم وتيقول لهم ودي انا غنمشي دعيو معايا دعيو معنا الله يدير بخير. الاخرين كيقولوا له ما تنساناش من الدعاء تما وسلمنا على سيدنا رسول الله. مني كيجي كيحتفلوا به لانه جاء من واحد المكان بعيد وادى المناسك وفرحانين به. ماشي ما يجيش واحد يقول لي لا الا صلى خصهم يديروا لا 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 الحاج كيكون مره في العمر مره في العمر وكيمشي الانسان وممكن ما يجيش عدد ديال الناس مشاو ماتوا تما. فمني كيرجع الحمد لله على السلامه اي خص ذاك الاحتفال ما تكونش فيه المناكير ما تكونش ما يكونش فيه ذاك الزياده المناكير اولا باش ما تطلع ذاك ذاك الشيء الشيء الخايب المعروف والمباهات ما يكونش الافتخار. انا جاي باش يقولوا لي الحاج لا ما جايبش باش يقول لك الحاج انت حجيتي لان الحجه ركن من اركان الاسلام. فنخليو العادات الاجتماعيه ديالنا تبقى ولكن تبقى على هذا الاساس. نعم. ما يكونش فيها الفخر، ما يكونش فيها هذيك المباعات، ما يكونش فيها لان الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. هي والثالثه. النقطه الثالثه قال لك شنو هي العلامات ديال قبول الله الحج ديال ذاك الشخص؟ ان الانسان ملي كيرجع كيستقم. الاثار. الاثار ديال الحج. هذا هو الدليل على ان سيدي ربي حنا القبول ديال مولانا حنا ما كنعرفوش ما كنصح ولكن كاين الاثار كتبان مني رجع مني كيجي من الحج كيستقم لانه كاين ضابط كيراجع حساباته تولي وحده اخر تبدل التعامل ديالو تولي وحده اخر تولي وحده اخر الى اذا كان مزيان كيزيد مزيان بزاف ولا كانت عنده شي كتحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله والتوبه تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله. ما معنى يجبو كيمحي كيحيد الانسان كيحيد. كان كافر وسلم داكشي اللي فات ما كندويوش عليه الانسان كان مذنب وتاب داكشي اللي فات هذا هذه الميزه ديال الدين داكشي اللي فات ما كنسولوش عليه. الاسلام الانسان كان كيدير عنده من يرجع من الحج يجبو كيمحي لك الذنوب. جميل نمشيو لوجده معنا السي العايدي. السلام عليكم السي العايدي من وجده. السلام عليكم. وعليك السلام الله مرحبا سيدي. مرحبا عليكم ويزيد معهم بارك ان شاء الله. علينا وعليك وعليك كل عليكم وعلى كافه المسلمين اجمعين. الله يبارك فيك سيدي تفضل. الله يجزيك خير اخويا استاذ عندي واحد جوج استاذ الله يرحم الوالدين. تفضل. هاد الناس اللي كيمشيو للحج وكيديروا الاشهارات ويديروا الرايه ويديروا مثلا الاطعام وهذيك الفلوس. تكلم عليها دابا الاستاذ سكنفل دابا شنو بغيتي تعرف بخصوص هاد النقطه؟ عارف واش يعني واش فرد ولا يعني ولا واش بالضروري بالاشعار ولا يعني ولا يعني كيكون ذاك الحجه يعني مثلا بحال صدقه جاريه مستور. نعم. اللي كيكون عاود راجعين وكذلك عاوتاني. والنقطة الثانية لأن هذه جاوبنا عليها ولكن غادي يعاود يذكرنا الأستاذ سكنفل شنو النقطة الثانية؟ السؤال الثاني وجزاك الله خير. واش المفروض علينا نقولوا الحاج فرد؟ ولا غير سبق وقيلا سولتينا هذا السؤال كي ظهر لي ولا لا سي العايدي على اين غادي يجاوبك الاستاذ لا واحد الشيخ الله يجزيك بخير نخالفش على الموضوع اذا كان ممكن. اييه هذيك بعد العلماء سمعت تقولوا ثلاث ايام ديال اقلاع الشك ديال سيدنا رمضان. واش يعني واش يعني ما سمعتش عاود لينا السؤال ووضح كيفاش اقلاع الشك. واحد ثلاثه ايام كيصوموها الناس من كان رمضان. ايوا قال لك سيدي ديال اقلاع الشك بعد العلماء تقول كي اقلاع الشك هذيك ثلاث ايام ربما تكون اخطات شي نهار في رمضان ولا نسيت ولا هذه. لا ما كانش من العيد الصغير. نعم واخا سي العايدي غادي نجاوبك شكرا جزيلا. شوف دابا هاد القضيه دي شوف الناس دابا اقلاع الشك ديال هاد رمضان. لا شوف هاد القضيه الاصل في ذمه البراءه الانسان صام راه صام لا هو شك يردك النار احتياطا اخذوا بالاحوط ولكن باش نبنيو هذه القضيه كلها على الشك تولي قضيه انا لم اسمع بهذا الامر راعي المالي به. نعم. هذا ما ندويش فيه لان هذا ما نعرفش نهضروا فيه لانه راعي المالي به ولكن كنقول الا الانسان شك كيردك النار احتياطا الاخذ بالاحوط. نعم انا بالنسبه للموضوع للنقطه حنا قلنا هذه القضيه شوف حنا جرات العاده عندنا. نعم. هذا الشيء كاين عندنا والناس كيديروا الرايات وكيحتفلوا غيمشي الانسان غيحس كيفرحوا به الناس كي قلتي مره واحده في العمر مره واحده في العمر غير ما تكونش الافتخار والمباهات ويعني ويعني وداك التكلف. نعم التكلف باش يكون ما كاينش. اما الناس هو غادي يسافر
جمع الحباب ديالو ودار الاطعام. احنا قلت لكم راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخلوا الجنه بسلام. فالناس كيتجمعوا كانوا كيديروا الرايات، ما داروا داروا الرايات هذوك ما داروهاش هو هذاك، غير ما هي شنو هو القصد، شنو هي الغايه؟ اذا كانت الغايه الافتخار والتكبر هذاك العمل مردود، هذا كيولي ما مقبولش. ولكن اذا كان القصد هو ان الناس يتجمعوا ويفطروا ويكرموا السيد لان كيكون ماشي شحال هذا هو ما في حتى شي حاجه، ولكن بدون تكلف. ماشي الانسان ما عندوش يمشي بدا يتكلف، لا هذه وحده. الامر الثاني تعيط عليه الحاج وما تعيطش عليه الحاج، لا ليس واجبا ليس واجبا ولا مستحبا ولا شي حاجه، ولكن حنا جرت العاده عندنا كنقولوا السيد الحاج عاده خلاص قلت لي الحاج وهذاك ما قلت ليش الحاج وهذاك. نمشيو لمدينه السلام. معنا الاخت ربيعه. لاله ربيعه السلام عليكم. لاله ربيعه الو السلام عليكم. وعليك السلام والله مرحبا. جمعه مباركه. علينا وعليك تفضلي لنا. وشكرا للاستاذ. الله يخليك. عندي واحد الملاحظه قالها الاستاذ في الاول ديال البرنامج بان الناس المسنين خصهم اللي يرافقهم. ياك احنا عندنا وحده في العائله ذاك العام طلعت بلا قرعه من الناس المسنين ولكن مرا كبيره بنتها ما طلعتش ما مشاتش. هاد العام ثاني تهزت مع الناس المسنين بنتها ما طلعتش وما خلاو بنتها دارت دوموند للوزارة ديال الاوقاف وما سمحوا لهاش تمشي. اذا هاد السيده اللي هي كبيره كيفاش غادي دير باش تمشي تحج وهي ما تقدرش تمشي؟ العام فايت مشات مشات هي. شوفي شوفي لاله كاينه 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 بعض الاجراءات كدار اداريا مع الجهه المكلفه وما غيوريوك كاش غديري يعني. هو راه دارت ديك الاجراءات ووصلت حتى لوزاره ديال الاوقاف ودارت الطلب ورفضوا لها تمشي لبنتها وفي الاخر انسحبت ذاك العام وانسحبت هذا العام. كيفاش هاد السيده غادي تمشي؟ لا خصي شكون اللي غيمشي معها؟ لان خص المحرم بنتها خص يمشي مع المحرم. المحرم ما عندهاش المحرم، راجلها ميت، ولدها ولدها ما عندوش امكانيات خدام. واحد من الامكانيات في هذه الحاله ولا شي ما يسمى بالرفقه الامنه. ما يسمى بالرفقه الامنه استاذ. الواحد ملي تيكون كبير تيهز غير ولاده. اه شنو قلت لك؟ لا هنا ولا في الحج ولا غير خص شي واحد قريب. واخا بنتك سمعي لا لا شوفي خلي التليفون ديالك خليه تما انا غنتصل بك من بعد. واخا سيدي نعم واخا شكرا. اذا غادي نتوقفوا للحظات ونرجعوا نوصلوا الحلقه ديالنا نور الاسلام. اذا كتواصل الحلقه ديالنا على امواج الاذاعه الوطنيه اللقاء المفتوح في الجزء الثالث والاخير ديالو نور الاسلام الفسحه من اجل الاستفسار طرح استفساراتكم الدينيه. معنا دائما داخل الاستوديو الاستاذ السكنفل باش يغني النقاش في مواضيع اللي كتهمنا وتهمكم اللي مرتبطه كما قلت بالدين الاسلام. استاذي نواصلوا في انتظار مكالمات اللي هي قريب ناخذوها. نواصلوا دائما احنا كنتكلموا على اركان الحج. تكلمتي على الاحرام. نقولوا هذاك الاحرام شو معنى ديال قلنا هو النيه، ولكن كاين مقدمات ديال الاحرام. المقدمات ديال الاحرام هو اولا الانسان كيغتسل كيتنظف يغتسل ويزيل الشعث كيغسل مزيان ويزيل الشعث الشعر في المكان كيحيدو ياك تحت الابط ديالو والعانه وكيتنظف بالماء والصابون وداك الشيء. بالنسبه للرجل كيتجرد من المخيط والمحيط، اي كاع الحاجه اللي مخيطه وكاع الحاجه اللي دايره بالجسم كتحيد. عنده جوج ازارات، ازار كيلبسوا من السره للركبه وازار كيتسمى كيديروا على راسه على كتفه على كتفه ياك. بالنسبه للمراه كتلبس اللباس ديالها العادي الجلابيه ديالها القفطان ديالها الدفينه وداك الشيء ديالها تحت السروال ديالها تتلبس السروال ديالها وتلبس كل حوايجها كامل اللي داخلين وتتلبس الجلابيه ديالها والدره وجهها كيبان ويديها. الراجل ما كيلبس والو ما عدا دوك الردائين ياك. هذا تيتسمى التجرد من المخيط والمحيط. ايضا كاينه مني الميقات المكاني فين خصو يبدا ينوي. بالنسبه لنا حنا المغاربه
الى جينا غنسبقوا مكه راه كنوجدوا في ديورنا الناس اللي غيسبقوا مكه كيغتسل في دارو ويتنظف في دارو ويلبس داك الحويجات ديالو حتى الراجل كيلبس حويجات وكيدير معاه الاحرام اللي باس الاحرام في الصاك يهزو معاه كيدير معاه وكيطلعوا في الطياره ملي كيقربوا يوصلوا لذاك المكان اللي كيتسمى رابغ كيعلموهم في الطياره تيقول لهم راه حنا قربنا نوصلوا اش كيدير هو ديك الساعه كيسلت عليه ديك الجلابه ويسلت عليه ويدير داك ليزار وحيد كاع دوك حوايجو السروال وداك الشيء كامل وتيبقى بداك ليزار ساتر به من السر والركبه والاخر على ملي كيقولوا معاه حنا وصلنا كيقول لبيك اللهم لبيك اما كيصلي جرك عاد هو قاعد في الكرسي الاولى بالحمد لله رب العالمين كافرون في الطياره في الطياره ما ينوضش يوقف يقعد في الطياره الحمد لله رب العالمين يقول يا الكافرون والحمد لله رب العالمين يقول والله واحد ويمكن كاع يلبس اللباس الاحرام في داره الا بغى يلبس في داره داك اللباس الاحرام يحيد عليه كاع ديك الحوايج ويلوح عليه شي فوقيه فوق منها ولا شي حاجه ولا يبقى هكذاك يطلع ملي يطلع في الطياره غيبقى هكاك ملي توصل للمكان يقول لبيك اللهم عمرة يصلي جوج ركعات الاولى بالحمد لله ربنا نقول الكافرون والثاني الحمد لله ربنا نقول الله احد ويقول لبيك اللهم عمرة لان داخل بالتمتع نعم ولا كان داخل بالافراد يقول لبيك اللهم حجه وبدات التلبيه من ديك الساعه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك هذه من الواجبات ديال الاحرام بدا يلبي من ينزل في المطار يلبي من يطلع في الكار حتى المكة يلبي يبقى غادي يحط الحوايج في الماء شي يقولوا له في في في, في الاوتيل يستراح هو كيلبي حتى كيوصل حتى كيبان له بيت الله الحرام جميل ملي كيبان له بيت الله الحرام تيقول اللهم انت السلام ومنك السلام اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربي بالسلام وقل اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما وزيد من كرمه وعظمه وشرفه ممن زاره واعتمره شريفا وتكريما وتعظيما وبدا ديك الساعه الطواف كتبدا هذا الا كان غيمشي لمكه اما الا كان غيمشي للمدينه كيمشي عادي لان الزياره حتى النهار كيقولوا لهم غتمشي يغتسل في الموطيل وتقادل ولبس اللباس ديال الاحرام ويخرج ويخرج من مكه في الطريق ديال من المدينه في الطريق ديالو لمكه تقريبا بواحد 15 ولا 20 كيلومتر على المدينه كينزلوا في واحد المكان كيتسمى ابار علي ديال الحليفه كيصلي جوج ركعات الحمد لله ربي يقول له الكافرون الحمد لله ربي يقول والله واحد ويقول لبيك اللهم عمرته ويركب في الكيران وهو غادي كيربي كيربي حتى كيوصل لمكه يمشي عاوتاني للوطيل حيت حويجاته هو كيربي حتى كيوصل لبيت الله الحرام ها هما دابا كيف كيف نعم تبارك الله عليك استاذ سكرفل من الدار البيضاء معنا مكالمه اخيره غادي ناخذوها اليوم سي ميلود السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام الله مرحبا سي ميلود تفضل شنو السي حسن الله يبارك ها هو معك الاستاذ سكن الله يرحمه هذيك السي حسن المشترين على ديال لا جدال ولا فسوق ولا رفض في الحج الله يرحمه عليك ايه لا جدال ولا فسوق ولا رفض في الحج هذه كيقول فيها سيدي شكرا هذه كيقول فيها سيدي ربي سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات اللي هي الاشهر شنو هي؟ شوال وذو القعده وعشره من ذو الحجه ولا ذو الحجه كله ياك فمن فرض فيهن الحج اي فمن نوى فيهن الحج وحرم ودخل في الحج فلا رفث الرفث هو هذيك المقدمات ديال الجماع الكلام اللي كيقول الرجل لمراته والمراه كتقولها للرجل ياك هذا كيتسمى الرفث ولا فسوق الفسوق هو الكلام اللي كيؤدي للسبان والشتيم ولا الفسوق هو الكلام الفاحش هضره الخايبه اللي اصلا ما مقبولاش اما الكلام الخايب او لا المعيار نعم ما مقبولاش هذه ديما ماشي غير في الحج نعم الجدال هو اننا كندوي مني نشوف راسي غنتزايدوا في الهضره المغنى حنا سنتين تشلحيت النغ الغيار كيسولك راه كون هذا يقول والاخر يقول حتى كنولي في حاجه اخرى الحاج مني نشوف على هذا الشيء راه هذه القضيه كاينه في الحج وكاين حتى في حتى في ينتبه ليها الصيام فعلا باش كنقولوا ما تخسرش النهار ديالك على والو يعني الانسان كنقولوا الترمضينه هما كيسميوها الترمضينه هما يعني في متداول في الترمضينه رمضان شنو لكم رمضان فعلا هذيك البسالات براء هذيك البسالات ماشي براء فحتى رمضان كيربينا اننا نجمعوا فمنا فعلا فعلا كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش
لماذا؟ لأن فمه دار هذا ما خلاش من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإذا أضع طعامه وشرب ربي ما احتاجش الجوع ديالك خصك تربي فكذلك في الحج يجمع الإنسان فمه والزوجة ديالو راه الزوجة ديالك ولكن راه حرام عليك داك الكلام اللي كيتقال في الأيام العادية تقولوا لا ولا المعاشرة الجنسية ما حدك محرم ياك والكلام ديال الفسق وديال الفجور هذاك هو حرام أصلاً أصلاً ياك والجدال نعم راه الإنسان كيبعد كي 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 منه خصو يتعالى على شي حوايج اللي غادي تخطر له بعد خطرات شي واحد أنا داك المناسك ديالو إيه بعد خطرات حتى في أمور ديال الدين كيسولني شي حد وكنجاوبو وكيبقى يتلاجج معايا كنقول اسمح لي انا هذا مبلغ علمي الله يرحم الوالدين هذا الشيء اللي كاين عرفتي علاش هذا الشيء اش كيولد كيولد الحقد وملي كيولد الحقد كنتخن وكندبزو وهذا الشيء وقعت وقع كلمة كلمة تمني ومن احنا قاعدين في دار وحده وغادي نمشيو نديو المناسك وحنا غادي نديو المناسك وحنا احنا مغنين وحنا كنطوفو وحنا مغنين وهذاك القلب كي داير بالفعل غير سليم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفت ولم يفسق رجع أو خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه كيوم ولدت أمه كيرجع نقي بحال يلا يلا كي ولدت أمه ما عليه حتى شي كيمحي الله هذوك الذنوب كاملة صغيرها وكبيرها لأنه تاب توبة النصوح نعم لا يحرم شي واحد في الحقيقة شكرا الأستاذ الحسن سكنفل رئيس المجلس العلمي لاستخيرة التمارة على وجودك معنا على سعة صدرك معنا مع المستمعات والمستمعين بارك الله فيك إذن هكذا ما ننساش واحد القضية احنا لا بد من ذكرها المناسبة والمناسبة تشرتم كما يقولون احنا إن شاء الله على أبو بعيد العرش إن شاء الله اليوم إن شاء الله ولهذا احنا بهذه المناسبة كان ندعيه سيدنا الله يعاونه الله يوفقه اللهم الله يجعل الخير في ركابه أينما حل وارتحال وكان بركوا له هذا العيد ونجدد ولا أنا لمولانا أمير المؤمنين ونسأل الله سبحانه وتعالى لبلدنا في عهده المزيد من الرقي والإزدهار والوحدة وأن يحفظه الله تبارك وتعالى بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يسدل عليه رداء الصحة والعافية ويسبغ عليه من نعمه الظاهرة والباطنة ما تقر به عين شعبه وأن يحفظه في ولي عهده وفي صنوه الرشيد مولى الرشيد وفي سائر أفراد أسرته الكريمة وفي شعبه الوفي وأن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يجمعنا اللهم جميعا دعوة الخير في الحقيقة يا ارحم الراحمين رب العالمين اللهم تقبل هذه الدعوة شكرا جزيلا استاذ سكنفن رئيس المجلس العلمي لسخيرة التمارة اذا هكذا كنهيو هذه الحصة سيداتي وسادتي من لقاء المفتوح دمتم بخير ولقاءاتنا اكيد ما كتوقفش عبر الإذاعة الوطنية البرامج مازال مستمرة مع الزملاء كونوا دائما في الموعد الى اللقاء